أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريض فهو خير له وأن
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.